قررت قيادة الدرك الوطني تنظيم حملة تحسيسية وطنية لفائدة مستعملي الطريق خاصة السواق من جميع الأصناف للوقاية من حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى غاية 31 أوت 2022. وقد جندت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية كل وسائلها المادية والبشرية بالتنسيق مع كل الفاعلين في ميدان السلامة المرورية من أجل تنظيم وإنجاح هذه الحملة. أحصت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية عبر إقليم الاختصاص 28 حادث مميت، 53 حادث جسماني و4 حوادث مادية. كما أحصت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال الفترة الصيفية من شهر جوان وجويلية 40 حادث نتج عنها 10 قتلى و53 جريح.